شرعت قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار بمداهمة وتفتيش مناطق مختلفة من صحراء قضاء القائم بحثاً عن متسللين من داعش الإجرامية. وقال مصدر أمني أن عملية التفتيش جاءت على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بتسلل عدد من إرهابي داعش إلى تلك المناطق لشن هجمات إجرامية. وأضاف أن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى المناطق المستهدفة كافة وشرعت بحملة دهم وتفتيش فيها. من جانب آخر، أفادت مصادر استخبارية بأن قوة أمنية خاصة شنت عملية خاطفة في صحراء الأنبار أدت إلى مقتل القيادي في عصابة داعش الإرهابي المدعو أبو طه التونسي. وذكرت المصادر أن 9 من مرافقي السفاح قتلوا بالعملية التي تمت بناء على ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجدهم في الصحراء لشن هجمات إرهابية تستهدف القوات الأمنية. وبيّنت أن القوات الأمنية عثرت على أنفاق سرية لتلك العصابات في صحراء الأنبار تحتوي في داخلها على أسلحة وحبوب مخدرة ومشروبات كحولية.